اهلا وسهلا البنات، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا بفيديو جديد، نهار جديد. اليوم بغيتكم تحضروا معايا لعيد ميلاد بنت صديقتي اللي بحال اختي مريومة العزيزه ديالي الغاليه ديالي. كنقول لك عيد ميلاد سعيد والعقبه لمية سنه ان شاء الله، وبشي مستقبل زاهر ان شاء الله كيف ما تمنوا والديك. ان شاء الله يا ربي تكوني واحسن ان شاء الله. وكنقول لك الله يحفظك والله يجعلك من الذريه الصالحه المصلحه يا رب، وتكبري وتشوفي هذا لي فيديو وانت كبيره ان شاء الله، وانت عروسه ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، رجعوا لموضوعنا عيد ميلاد. صورت فيديو بغيتكم تحضروا معايا الاجواء العيد ميلاد، وحنا كنجهزوا له وحنا كنصوبوه، هكا تاخذوا فكره وفي نفس الوقت تستمتعوا معايا في الفيديو. خليكم معايا حتى الاخير. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما مشتركينش هنايا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم، ديروا الاشتراك وفعلوا الجرس وديروا اللايك باش دائما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم في القناه ديالي. هنايا كنصاوب البيتزا كيف ما كتعرفوا، عيد ميلاد ضروري من المملحات، ضروري من شي حاجه مالحه وشي حاجه حلوه. مهم غادي نخليكم معايا، غادي نعمروا البيتزا ونساليو وغادي نمشيو باش نصاوبوا الطبله، نجهزوا الطبله ديال عيد ميلاد. Bye.
دوزنا وقت زوين، كانت اجواء عيد ميلاد غزاله بزاف. كنتمنى من الله تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو، وهنا غادي نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم، واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. وشكرا لكم على المشاهده، وتهلاو ليا في ريوسكم. الى الملتقى ان شاء الله في الفيديو الجاي.